طبعاً إخواتي الحرامية زي ما حضراتكم شايفين، نتجت هذا الموبايل الساعة 5 مساءً من شنطة البشمهندسة هدير. هي كانت بتجيب درايف فود لبيس القط بتاعها، كان قط لطيف جداً، وده يعلمنا إن أفضل سرقة هي سرقة الشخص المشغول. ليه؟ لأن تركيزه مش هيبقى معي. ولكن الأهم من السرقة هي حماية السرقة، يعني أنا سرقت وما اتمسكتش، وده موضوع الدرس الجاي في كورس النشل مع سيد النشل. ايه؟ غالبا البشمهندسة فريدة وصلت للحرامي سيد عن طريق ابليكيشن لازم يكون موجود على موبايلك، وهو Find My Device. الفكرة كلها ان التطبيق هيخليك تتحكم في جهازك في جزئيتين هما اهم حاجة في موضوع السرقة ده. الاولى انك تمسح كل الملفات عشان محدش يقدر يوصل للداتا بتاعتك، والتانية انك هتعرف تتتبع مكان الموبايل، وحتى لو الموبايل اتقفل هتعرف توصل لاخر مكان كان الموبايل فيه مفتوح، بحيث تروح هناك تشوف الكاميرات، تشوف المحلات الموجودة وهكذا. بمنتهى البساطة هتحمل التطبيق اللي على الستور وتعمل لوجن باكاونت جوجل بتاعك. اول ما الموبايل بتاعك يتسرق بعيد الشر عنك يعني، هتفتح اللاب بتاعك او موبايل تاني وتدخل على جوجل وتكتب Find My Device. لازم تبقى فاتح اكاونت جوجل اللي موجود على موبايلك. هتظهر قدامك الخريطة اللي هتعرفك مكان موبايلك بالظبط، وبيكون عندك اوبشنين كمان، انك تمسح كل الداتا اللي موجودة على الموبايل عشان محدش يقدر يوصل ليها، او انك تعمل سيكيور للموبايل وده هيخلي فيه رقم سري على الموبايل وهيخرج من اكاونت جوجل بتاعك لحماية البيانات. ولكن برضو هتقدر تتتبع الموبايل بشكل طبيعي. كل اللي بنحكي فيه ده هيبوظ لو حضرتك مش مشغل اللوكيشن، فعود نفسك كل ما تخرج من البيت تشغل اللوكيشن. طب احنا عاوزين نعرف طريقة الايفون، طب عاوزين نخلي الحرامي ما يقفلش الموبايل، وده موضوع الدرس الجاي في كورس النشل مع سيد النشل.